السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة هنتكلم عن معلومات أساسية في الكهرباء. معظم الناس لما بتروح تشتري أجهزة، الجهاز مكتوب عليه الباور بتاعته أو القدرة اللي بيسحبها الجهاز عشان يبدأ يشتغل. يعني أنا مثلا ممكن أروح أشتري كشاف أو لمبة مكتوب على الكشاف ده مثلا 20 واط، 30 واط، 50 واط. احنا عايزين نبدأ نفهم يعني ايه وات، والتطبيق بتاعه العملي لكل الناس في الحياة بتستفيد منه ازاي. طبعا من الحاجات المهمة جدا ان انا لازم افهمها ان كل جهاز له قدرة كهربية. القدرة الكهربية دي في منها انواع، في منها حاجة بنسميها القدرة الفعالة، والقدرة الفعالة دي هي اللي بتقاس بالوات. يبقى القدرة الفعالة تقاس بالوات. طيب يا دكتور، هل في قدرات تانية؟ ايوه، في عندي القدرة الغير فعالة ودي تقاس بالفار او بالكيلو بار. في عندي القدرة الكلية اللي احنا بنسميها الاس وبتقاس بالفولت امبير. طيب يعني ايه فولت امبير؟ من اسس الهندسة الكهربية انك تبقى عارف ان اي جهاز كهربي لازم يشتغل فهو لازم يمر فيه تيار. يعني اللمبة مثلا لو ما مرش فيها تيار اللمبة دي مش هتطلع ضوء، تمام؟ التكييف لو ما مرش فيه تيار التكييف مش هيشتغل. يبقى احنا لازم نبقى عارفين من احد اهم الحاجات اللي بتشغل الاجهزة الكهربية التيار الكهربي. طيب التيار الكهربي ده هندسيا بنرمز له بالرمز اي، ووحدة قياسه وحدة قياس شدة التيار اللي هي الامبير. فبالتالي انا عندي التيار اللي هو بنرمز له بالرمز اي، ووحدة قياسه هي الامبير، وعندي فرق الجهد. يعني انا مثلا في بعض الدول بيبقى فيه عندها فرق الجهد اللي هو بيطلعه شركة الكهرباء بيبقى 110 فولت. مثلا السعودية كانت 110 من فترة، وحاليا اتحولت الجهود بتاعتها الى 220. في مصر مثلا الجهد عندي 220 فولت اي سي. خلي بالك انا قلت دلوقتي فولت اي سي، ده معناه ان لازم اميز ولازم اكتب فولت وليس فولت فقط، ولازم اكتب فولت اي سي. يعني ايه طيب فولت، ويعني ايه فولت اي سي يا دكتور، وهل هو في اي سي وحاجات تانية عشان كده انت بتركز على ان هو فولت اي سي؟ الفولت هو عبارة عن وحدة قياس فرق الجهد. انا عشان امرر تيار بين نقطتين او امرر تيار في اللمبة او في جهاز التكييف لازم يحصل عندي فرق في الجهد. ولذلك انت ببساطة لو بصيت على سلك الكهرباء هتلاقيه عبارة عن طرفين، عبارة عن طرف عليه جهد 220 فولت والطرف الثاني بيسموه طرف النيوترال او الطرف المتعادل. يبقى الطرف اللاين والنيوترال هو اللي بيتسبب في ان الكهرباء بتمر في الدايرة والدايرة دي تكتمل واللمبة تنور او التكييف يشتغل. استنى بس، انت بتقول دلوقتي الطرف المتعادل او النيوترال، بس احنا عارفين ان ده بيسموه الطرف الارضي. لا، هو الارضي ده حاجة تانية. احنا في عندنا تلات اطراف بنتعامل معاهم، الفردة الحية او يسموها اللايف، الفردة الحية الال، تمام؟ وفي عندي الفردة النيوترال او الطرف المتعادل، والطرف المتعادل والطرف النيوترال هما اللي بيدخلوا على الدايرة بالفعل. الطرف الثالث ده بيسموه طرف التأريض. التأريض احنا بنستخدمه عشان نحمي الأجهزة والمعدات الكهربية من أي شحنات كهربائية زيادة، وبيتوصل في جسم المعدة أو جسم الكشاف أو جسم التكييف عشان لو حد لمس الجهاز ده ما يتكهربش. في بعض الأماكن ما بتستخدمش الطرف الثالث اللي هو التأريض، وأنا بنصح من المكان ده ومن الفيديو ده إن أنت لازم تستخدم طرف التأريض. ما ينفعش تركب أي جهاز كهربي غير لما يكون مؤرض، والكود السعودي بيشدد بدرجة رهيبة على لازم ان هو يكون في عندي تأريض. وفي يمكن كذا جزء في الكود نفسه بيتكلم عن تأريض المعدات وتأريض الأجهزة وتأريض المباني. فمهم جدا ان انت تبقى عارف ان انا عندي ثلاث اطراف، الفردة الحية اللي هي اللاين والفردة النيوترال، وهما الاثنين دول بيدخلوا جوه الجهاز، اما طرف الارض ده بيتوصل في جسم الجهاز. يبقى انا كده عرفت ان في فرق في الجهد، وفرق الجهد ده هو اللي بينتج عنه شدة التيار. ويبقى انا كده عرفت ان في فرق جهد ووحدة قياسه هي الفولت، وعرفت ان في شدة تيار ووحدة قياسها هي الامبير. لو انا خدت فرق الجهد وشدة التيار وضربتهم في بعض بيطلع عندي حاجة اسمها الاس او القدرة الكلية. القدرة الكلية دي اللي هي عبارة عن اس بتساوي اي في في، حاصل ضرب فرق الجهد في شدة التيار، بتتجزأ لجزئين. في قدرة اللي احنا بنستفيد بيها في الاجهزة دي بيسموها القدرة الفعالة، وهي اللي احنا بنرمز لها بالرمز بي.
البي يعني باور، ايه الباور بتاعتي ليها معادلات هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي. طيب يبقى البي هي عبارة عن الاس كوزاين فاي. الكوزاين فاي ده لو احنا رسمنا مثلث القدرة، الكوزاين فاي طبعا الفاي هي الزاوية بين التيار والجهد، والكوزاين فاي ده احنا هنسميه الباور فاكتور. فبالتالي طلع عندي ان الاس بتساوي البي مضروبة في الباور فاكتور. يبقى انا ركز معايا كده، هناخد شوية معادلات. الاس بتساوي الاي في البي، وبعدين خدنا الاس بتساوي، شلنا الاي والبي وحطينا مكانهم البي، بقي عندي المفروض البي دي علاقة مع الاس. طيب العلاقة بتاعتهم بتقول ان البي بتساوي الاس مضروبة اللي هي الاي في الفي، يعني مضروبة في كوزاين فاي، او الكوزاين فاي ده اللي احنا هنسميه الباور فاكتور، معامل القدرة. وده ليه شرح كتير جدا ان شاء الله نتعامل معاه بالتفصيل في فيديوهات تانية. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان اي جهاز له قدرة، القدرة دي بنسميها القدرة الفعالة. ليه احنا قلنا فعالة؟ لان في قدرة تانية بنسميها القدرة الكلية اللي هي اس، والاس دي بتساوي الاي في الفي. واحنا قلنا المعادلة اللي بعديها ان المفروض عندي المعادلة بتقول البي بتساوي اس كوزاين فاي، او البي بتساوي اي في في كوزاين فاي، وبالتالي طلعنا الفاي اللي هي معامل القدرة. يبقى انا في عندي قدرة فعالة اللي هي الباور. في عندي حاجة تانية بنسميها القدرة الغير فعالة اللي هي الكيو، ودي بتبقى قدرة ضرورية لازمة بنستخدمها في الأجهزة عشان تبدأ تشغل وتحرك الأجهزة، واحنا مش يعني القدرة اللي انا بحولها من كهرباء عشان تنور الكشاف دي قدرة فعالة. القدرة اللي باخدها من الكهرباء عشان تشغل السخان وتطلع لي مية سخنة دي قدرة فعالة. القدرة الغير فعالة دي قدرة احنا بنحاول نقللها بقدر الإمكان في المعدات الكهربية، ونبدأ نزود القدرة الفعالة اللي احنا بنستفيد منها في تشغيل الأجهزة. يبقى ببساطة شديدة أي جهاز حضرتك بتروح تشتريه مكتوب عليه معامل اسمه القدرة الباور، القدرة دي هنسميها القدرة الفعالة. وفي عند الاس اللي هي القدرة الكلية، في عند الكيو اللي هي القدرة الغير فعالة. يبقى انت عرفت ان أي جهاز بتروح تشتريه لازم تبقى مذاكر ان الجهاز ده الاكل والشرب بتاعه اللي بياكله عشان يبدا يشتغل ده عباره عن القدره الكهربيه اللي هي الوات. واحنا قلنا ده ليه علاقه بفرق الجهد وليه علاقه بشده التيار، وقلنا فرق الجهد يقاس بالفولت وشده التيار بتقاس بالامبير. فاحنا لو خدنا البي هيبقى البي عندي في المعادلات، الناس اللي دارسه كهرباء ليها ثلاث صيغ، البي ليها ثلاث صيغ. الصيغه الاولانيه بتقول بي بتساوي اي في في، وده في حالة الجهد اللي اسمه دي سي. استنى بس، انت لسه قايل من شوية ان في فولت اسمه اي سي. ايوة، تقسيم الجهد بينقسم الى جزئين، نوع كهرباء او نوع جهد بنسميه اي سي، تيار متردد او متذبذب او متغير، وهو ده اللي بيطلع لك من الافياش اللي موجودة عندك في الجدار او في الحيطة، وده اللي جايبه لك شركة الكهرباء، فده بيسموه فولت اي سي. الفولت ده فيه منه نوعين، في نوع اسمه سنجل فيز اي سي، وده بيبقى 220 او 110 في بعض الدول، معظم الدول زي السعوديه وزي مصر حاليا شغاله بجهد 220 فولت اي سي، ده بيسموه سنجل فيز، زي اللي حضرتك بتستخدمه على الاجهزه والفيشه العاديه بتاعتنا. في نوع تاني من الجهد اللي احنا بنستخدمه في المعدات الكبيره اللي بتستهلك باور اكتر، ده بنسميه 3 فيز، وده بيكون 380 فولت اي سي او 400، تمام، او 415 او 420 فولت اي سي. المهم ان هو بيسموه فولت 3 فيز، تمام، وال 3 فيز ده تقريبا ب 380 فولت اي سي. يبقى انت عرفت ان التيار المتردد اللي هو الاي سي اللي هو بينقسم الى سنجل فيز و 3 فيز. طيب في نوع تاني اسمه دي سي، وده اللي احنا بنشتغل بيه او بنعرفه للبطاريات. البطاريات بنسمي الجهد اللي بيطلع من البطارية جهد مستمر، تمام، او بيسموه دي سي، دي سي كارنت او دي سي فولتج. الدي سي ده انت لو بصيت على اي بطارية هتلاقي البطارية مثلا 3 فولت 12 فولت 6 فولت اي قيمة من الجهود، فلازم تكتب 3 فولت دي سي. اما لو كهرباء عادية بنستخدمها في الاجهزة مش دي سي يبقى هي اي سي، فهتبقى مقسمة الى يا اما 220 فولت اي سي يا 380 فولت اي سي. يبقى احنا بدأنا ندخل ببساطة شديدة كده عشان نعرف الناس العاديين اسس الهندسة الكهربية اللي هو المفروض بيستخدمها
في حياته اليومية. ليه الكلام ده بيحصل؟ لأن احنا دايما بنتعامل مع الكهرباء وبنشوف ناس كتيرة جدا بتخطأ في بعض المصطلحات. أنا عايز ألخص كل اللي أنا قلته، إن أي جهاز بشتريه ليه قدرة كهربية، والقدرة دي بتقاس بالوات. القدرة هنرمز لها بالرمز بي، البي دي بتساوي اي في 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 حالة الدي سي. لو كانت عندي بطاريات المعادلة بتاعت القدرة بي بتساوي اي في في بس، بي بتساوي اي في في. لو كنا في حالة الاي سي سنجل فيز فالقدرة هتبقى بي بتساوي اي في في كوزاين فاي. لو كنا في حالة الثري فيز بتبقى القدرة بي بتساوي جذر 3 في الاي في الفي. وما تنساش ان الجهد السنجل فيز 220 فولت اي سي، والثري فيز 380 فولت اي سي. انا عايز كل الناس اللي تسمع الفيديو ده ابدأ شوف اي اجهزة كهربية حواليك، ابدأ بص على الخلاط، بص على التلاجة، بص على اي جهاز كهربي، لازم تقرأ ان اللي مكتوب على الجهاز مكتوب عليه فولت امبير، فبالتالي هو بيقيسه بالاس او القدرة الكلية، او مكتوب عليه وات، تمام، فبالتالي هو بيقيسه بالقدرة الفعلية اللي هي البي، او ان هو مكتوب عليه طبعا كيلو وات او ميجا وات، دي عبارة عن مضاعفات، يعني الكيلو وات 1000 وات والميجا وات 1000 كيلو وهكذا. فبالتالي انت عرفت وحدة قياس الاجهزة الكهربائية، ده يطبق على كل الاجهزة الكهربائية، ما عدا ان في بعض الاوقات ان في الاجهزة اللي بيكون فيها مواتير او بيبقى فيها حركة، دي بنستخدم لها وحدة قياس بنسميها الهورس باور او الحصان، وفي تحويلات بتحول من الهورس باور للفولت امبير او للوات. يعني الهورس باور هو احد الصيغ اللي احنا بنستخدمها في التحويلات الكهربية. يبقى انت عندك ممكن تقيس الكهرباء بالفولت امبير او بالكيلو فولت امبير، ممكن تقيسها بالوات او الكيلو وات، ممكن تقيسها بالحصان او الهورس باور. من احد الحاجات المهمة اللي انا عايز انبه عليها في الفيديو ده، اني انا لازم ابقى عارف ايه الفرق بين القدرة اللي هي الباور والانرجي اللي هي الطاقة. ولذلك مهم جدا ان انت تبقى عارف ان شركة الكهرباء بتحاسب حضرتك على الانرجي اللي هي الطاقة وليست الباور. الشركة عارفة ان انت عندك مثلا 4 كشافات، كل كشاف مثلا بمئة وات، فانت عندك 400 وات. طيب هل الشركة تعرف ان انت شغلت الكشاف ده كام ساعة؟ لا. هل الباور المسحوبة من مضخة او مسحوبة من موتور انت عارف ان هي شغلتها كام ساعة؟ لا. فانا ما ينفعش احاسبك ككهرباء بتستهلك بالباور، يبقى انا بحاسبك بالانرجي، وده معلومة مهمة جدا في ناس بتخطأ فيها. يبقى احنا لما بنيجي نتحاسب مع شركة الكهرباء او الكهرباء المستهلكة بنقيس الاستهلاك ده بوحدة بنسميها الانرجي. طيب الانرجي دي بتساوي ايه؟ الانرجي اللي هي الطاقة، تمام، بتساوي الباور مضروبة في الزمن. يعني انا بجيب المضخة واعرف المضخة شغلتها 5 ساعات، بجيب الكشاف الفلاني وشغلته 3 ساعات، بجيب التكييف الفلاني وشغلته 2 ساعة، وهكذا اضرب كل دول وجمع تطلع عندي القدرة المستهلكة او الانرجي الكلية، ودي بتقاس. خد الفيديو ده وابدأ روح ادخل على النت او ابدأ شوف فاتورة الكهرباء اللي بتجي لك، هتلاقيها وحدة قياسها بالكيلو وات ساعة، كيلو وات اور، كيلو وات اور، وحدة قياس الانرجي. انا عملت الفيديو ده تبسيط للمعلومات، ان شاء الله تعالى هيبقى فيه فيديوهات بتبسط لك الهندسة الكهربية وبتخليك تبدأ تفهم أسس الهندسة الكهربية ببساطة شديدة. أي حد محتاج أي معلومة يتواصل معايا على جميع وسائل التواصل، تحت أمره في أي استشارة في أي وقت. وأشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.